حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو، قال: سمعت أبا الشعثاء جابرا، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وعجل العشاء، وأخر المغرب. قال وانا اظنه